غتولي لي أغنية كانت اولا هي من كلمات والحان انور مقدور وتوزيع نوح عبدي. اغنيه كانت كلها نفس مغربي، روح مغربيه. ملي سمعت الاغنيه بحقها هو كان الاقتراح ديالهم، صيفطوا لي وقالوا لي اختي حسنا هذه الاغنيه كنشوفوك فيها. اول ما سمعتها بصح عجبتني، دخلنا استوديو سجلناها، جلست قلت هذه الاغنيه خاصها تكون مغربيه 100% كتمثل الفتاه او المراه المغربيه حتى اللباس. فجلسنا انا والمخرج عبد الاله الايوبي، حتى في الاخراج كانت بساطه، كانت بسيطه وبالفستان يعني بالقفطان المغربي. والحمد لله الفكره كل شيء خداها وصورها وصور، داروا نفس الروح نفس النفس اللي في الكليب، لانني اول مطربه مغربيه كدير كليب من كله شامل بالقفطان المغربي، حتى بالقيس ما دار صورت الاغنيه ديالها قلدات الكليب، يعني ما نقولش قلدات ولكن خدات الفكره ديال الكليب ديال غتولي لي. غير هي يمكن بامكانيات كثيره انا قلدات الفكره ديالك الفنانه بلقيس، يعني خدات نفس الفكره، انا كلها كان بالقفطان وهذا شيء يشرفني، انني انا كنت رساله انسبيرات منك. اكزاكتومون، بالعكس انا هذا شيء يسعدني ويشرفني ويفرحني بزاف، لاني انا درت واحد العمل وشافوه الاجانب وقلدوه. هذه هي ماشي لو كونترير. اكزاكتومون، بامكانيات اكثر. صح، انا امكانيات الكليب ديال بالقيس ماديا كان اكثر من الكليب ديالي. حيت ما نكذبش عليك، حنا في الطريق نعاود عليكم، حنا في الطريق ليكيب سولوني شكون هو الضيفه، قلت لهم حسن زلاغ، واحد منهم قال لي راه عندها اغنيه زوينه وطلقناها في الطريق وغادين، وواحد المخرج قال لي شي اغنيه كتخليك بليزونت بوزيتيف، كعطيتينا واحد الحاجه اللي هي ما كاينينش في الجديد اللي كنشوفوه في الساحه الفنيه دابا. وناس خاصكم تدخلوا وتشوفوا وتسمعوها ومن بعد عطيو التعاليق ديالكم. انا كنفتخر بهذا العمل وفرحانه به، ونتمنى ان شاء الله الاعمال الجايه تكون حتى هي في نفس المستوى. لمشاهده برامج قناه تيليماروك تابعونا على فيسبوك وانستغرام، واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد.